مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من 7 Day Sport. وكعادة حلقاتنا يعني النهاردة عندنا تغطية خاصة جدا لفرقة النادي الأهلي في النمسا، ومعانا أخبار كتير من جوه مصر ومن بره مصر. لكن كعادتنا يلا نبدأ بالعناوين. الأهلي يعلن جاهزية ثلاثي الفريق للتدريب بشكل طبيعي. تعاقدات جديدة لدعم الألعاب الجماعية في الأهلي. فلافيو يعلن قائمة منتخب مصر للطائرة للمشاركة في بطولة أفريقيا. عضو الرابطة يحسم شكل الدوري في الموسم الجديد. رئيس الاتحاد الأوروبي: الدوري السعودي لن يجذب امبابي وهالاند. الحقيقة قبل ما ابدا الحلقة النهاردة يوم صعب جدا، 31 اغسطس، يوم صعب في تاريخ النادي الأهلي لا يمكن ان ينساه اي حد من الجمهور، يوم صعب في ذاكرة الأهلوية. 17 سنة على رحيل واحد من نجوم واساطير النادي الأهلي في مركز مميز جدا بيه، هو لحد دلوقتي يمكن الوحيد اللي قعد جلبرتو. اخلاص، اخلاق، رجوله، كابتن محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه. محمد عبد الوهاب كان ظهير ايسر عصري، زي ما قلت لحضراتكم هو الوحيد اللي قدر يقعد محترف اجنبي جلبرتو ساعتها احتياطي في الاهلي. عبد الوهاب اللي كان عنده مهارات استثنائيه، كان ظهير ايسر قوي جدا، كان بيسجل من الكرات الثابته وكان بيصنع اهداف بمهارات كبيره جدا، لكن قبل كل ده كان صاحب شخصيه فريده من نوعها جدا. كان التجسيد الحقيقي للاخلاق والرجوله الحقيقه. الله يرحمه عبد الوهاب كان شخصيه استثنائيه في كل شيء، سواء على اخلاصه للنادي الاهلي لحد قبل ما يتوفاه الله بايام، وهو طالع يقول ان انا مش هسيب النادي الاهلي، وان انا كان مشكله ساعتها مع النادي الكويتي اللي هو كان فيه، نادي الظفره الاماراتي عفوا، كان ساعتها عنده مشكله دي وطالع يقول بكل اخلاص انا شاري الاهلي. الراجل اللي هو توفاه الله في استاد مختار التتش، يعني هو ميت اثناء تاديه وظيفته وواجبه واخلاصه كان للملعب اللي هو ميت فيه، الله يرحمه يعني ويحسن اليه طبعا، يعني نحسبه عند الله من اهل الجنه طبعا، ما فيش شك يعني. محمد عبد الوهاب شخص استثنائي جدا في النادي الاهلي، شخص قيمه كبيره جدا، ونترحم عليه ونشوف تقرير لمحمد عبد الوهاب ونرجع لحضراتكم مره اخرى. رحمه الله عليه، كان بني ادم استثنائي في كل شيء الحقيقه، يعني رغم انه ميت في سن صغير جدا، لكن جمهور الاهلي وجمهور مصر الحقيقه كلها بيترحم عليه لحد النهارده، الله يرحمه. كان استثنائي كلاعب وكشخصيه اخلاقيه عاليه جدا، اتسم بالاتزان دايما في الملعب وبره الملعب الحقيقه، يعني ربنا يرحمه. نبدا حلقتنا، هنبدا من عند معسكر النادي الاهلي في النمسا اكيد، دكتور تامر ابو العنين طبيب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، قال ان الثلاثي اكرم توفيق وكريم فؤاد وامام عاشور لاعبي الفريق خضعوا للفحص الطبي الكامل لدى الخبير النمساوي كريستيان فانيك، والذي طمنا منه على حالتهم يعني اللعيبه، وعلى جاهزيتهم للمشاركه في التدريبات الجماعيه بشكل كامل خلال الايام المقبله. واضاف طبيب الاهلي انه قام بالتواصل مع الخبير كريستيان فانيك، وتم عقد جلسه مطوله بينهم على تقنيه الفيديو يعني كونفرنس، وتم الاطلاع على الحاله الطبيه لكل لاعب، وتاكد ان الثلاثي تعافى تماما من الناحيه الطبيه من الاصابات المختلفه اللي كانوا بيعانوا منها. واشار ابو العنين الى ان الثلاثي الاهلي يمكنهم المشاركه في التدريبات الجماعيه بشكل كامل، ويقود الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي معسكر الاعداد حاليا في النمسا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادا لانطلاقه الموسم الجديد. الحمد لله على سلامتهم كلهم طبعا يعني، ونتمنى لهم كلهم التوفيق في الموسم الجاي. ثلاث عناصر مهمه جدا، نتمنى لهم كل التوفيق، ونتمنى التوفيق كمان لعمرو السوليه ان شاء الله برضو يعود بالسلامه. نروح لكريم ندفت لاعب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، اللي ابدى سعاده بالعوده من جديد لصفوف الفريق، مشددا على انه سيعمل مع زملائه على حصد اللقب حصد الالقاب كلها خلال الموسم الجديد. وقال ندفت: اي لاعب يخرج معارا من الاهلي بيكون هدفه العوده مجددا الى بيته، والحمد لله انني ظهرت بمستوى جيد خلال الموسمين الماضيين، واتمنى ان اكون اضافه للفريق واساعد زملائي على الاستمرار في تحقيق النتائج الجيده وحصد البطولات في الموسم الجديد. واضاف ندفت: نجحت بشكل جيد خلال الاعاره الى فيوتشر، واعتقد انها كانت تجربه ايجابيه للغايه، حيث سبق لي ان خرجت على سبيل الاعاره في نادي حرس الحدود ووادي دجله، ولكني كنت صغير في السن وكان الهدف هو اكتساب الخبرات في الدوري الممتاز، بينما الاعاره التاليه كانت بعد تعرضي للاصابه لفتره طويله وحاجتي للعب بعيدا عن الدخول. ووصل الاهلي بيتي وكان هناك رغبه في عودتي الموسم الماضي، ولكن لم يتم التواصل لاغلاق او الاتفاق على مع اداره نادي فيوتشر على قطع الاعاره يعني، وهو ما حال دونه عودته الموسم الماضي. واضاف:
مارسيل كولر طلب الجلوس معي وأبلغني أنه يدرس عودتي للفريق، وعندما تم اتخاذ القرار الرسمي تم إبلاغي بالتواجد مع الفريق في الموسم الجديد. الحقيقة نيدفيد ما كانش محظوظ في ميعاد إصابته تحديدا، كان ناشئ واعد جدا وكل الناس كانت متنبئة له أنه هو موهبة ليها دور كبير جدا في النادي الأهلي، لكن ما كانش محظوظ في الإصابة، لكنه الحقيقة لعيب على مستوى عالي جدا، أثبت نفسه في الإعارة سواء في فيوتشر أو في الإعارات اللي قبل كده، كان في وادي دجلة كمان عمل إعارة كويسة قوي، لكن حظه في الإصابة ما كانش أحسن حاجة. نتمنى له التوفيق، نتمنى له التوفيق إن شاء الله في الفترة اللي جاية مع النادي الأهلي. تعالوا بقى نكمل كلامنا. يمكن إحنا الفترة اللي فاتت معسكر النمسا ظهور خاص للعيبة النادي الأهلي، اللعيبة كلهم دلوقتي في حالة تقريبا ما فيش غير عمرو السولية بس هو اللي مصاب أو لسه ما تعافاش من إصابته، يعني في مرحلة التأهيل، وهيتم الكشف عليه هناك أيضا من قبل الخبير النمساوي، وإن شاء الله يتعافى بشكل جيد. الفرقة كلها مستعدة وجاهزة، هيتم نحن نعمل ماتشات ودية إن شاء الله. الجمهور كمان راح اتفرج على التمرين، وكان في دعم جماهيري كبير جدا من المصريين في أوروبا مش من النمسا بس، كلهم راحوا للمكان اللي فيه معسكر الأهلي الحقيقة، يعني حتى في جمهور من هولندا سافر للنمسا عشان يؤازر فريق النادي الأهلي الحقيقة. يعني المعسكر ناجح بكل المقاييس، سواء على المستوى الفني لمستر مارسيل كولر اللي هو عايز حالة من الهدوء التام وحالة من التفرغ التام للعيبة عشان التمرين، وكمان على المستوى النفسي للعيبة ان هم يفصلوا بقى عن حياتهم الشخصية وعن حياتهم الأسرية ويبقوا متفرغين فقط لكرة القدم، وعن جو ضغط المباريات كمان. خلي بالكم النادي الأهلي أكتر نادي في مصر بيخوض مباريات، فان هم يفصلوا من ضغط المباريات دي ويتم بقى تأهلهم بشكل صحيح لموسم جديد قوي جدا هيبدأ على طول كمان أول ما يرجعوا. يمكن ماتش السوبر هو أول ماتش السوبر الأفريقي طبعا، أول مباريات الموسم اللي جاي ده. إحنا عندنا أكتر من بطولة أفريقية، يعني عندك دوري السوبر الأفريقي وعندك دوري أبطال أفريقيا كمان. إحنا السيزون ده بالذات تحديدا إحنا محققين علامة كاملة في الموسم اللي فات، فهو ضغط كبير على لعيبة الأهلي وجهازه الفني إن هم التارجت الموسم ده على الأقل زي الموسم اللي فات. فطبعا نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الأهلي، ونتمنى ان هم يستفادوا اكبر استفاده من معسكر النمسا. الحقيقه المعسكر ده الفتره اللي هم قافلين فيها على نفسهم دي فتره مهمه جدا، بقالنا تقريبا 3 سنين ما عملناش معسكر بره مصر، وما كانش فيه فرصه لده، يعني مش تقصير من النادي الاهلي على قد ما كانش فيه فرصه لده وما كانش فيه وقت لده، ودي نقطه مهمه نتكلم فيها. بالمناسبه انت كان تلاحم المواسم الفتره اللي فاتت مؤثر على الحاله البدنيه للعيبه بشكل كبير جدا، اللعيبه بتمثل منتخبات بلادها سواء في النادي الاهلي مصريين او غير مصريين، يعني كلهم بيطلعوا لمنتخباتهم، وكمان عندك الضغط بتاع مباريات الدوري مع مباريات الكاس مع مباريات الكاس بتاع السنه اللي قبلها اللي هو برضه هيستمر في نفس السيناريو ده الموسم اللي جاي. كل ده بيشكل ضغوطات كبيره على فريق النادي الاهلي. وتعالوا كمان بقى دلوقتي نروح للقاء مع طبيب الفريق الدكتور تامر ابو العينين عن بدايه المعسكر، وهيطمنا على لعيبه النادي الاهلي، نشوفه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. الموسم الماضي حققت الكثير من الألقاب، حققت الخمس بطولات على المستوى المحلي والمستوى القاري، الموسم القادم مطالب بالمزيد من البطولات. طبعا فترة الإعداد بدأ النادي الأهلي هنا في النمسا، أمور كتير جدا النادي الأهلي بيركز عليها طبعا في هذه المرحلة، لكن هنتكلم في أمور طبية، وخليني أرحب بأحدث الوجوه الطبية المنضمة للجهاز النادي الأهلي أو منظومة النادي الأهلي، الدكتور تامر أبو العينين رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي. دكتور تامر برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وخلي نبارك لك على انضمامك لمنظومة النادي الأهلي، منظومة إن شاء الله أنت جدير بهذا المنصب، خلينا نبارك لك واتمنى لك التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، بشكر حضرتك طبعا على تقديمك الجميلة دي، وطبعا شرف لي أكون متواجد من أسرة النادي الأهلي. حطنا في الكواليس الانضمام للجهاز الطبي للنادي الأهلي ورئاسة حضرتك لهذا الجهاز، المنظومة اللي أعتقد واحدة من أهم المنظومات داخل منظومة النادي الأهلي. هو بالطبع هو النادي الاهلي من الانديه القليله في العالم اللي عندها منظومه طبيه متكامله، احنا عندنا اعداد كبيره من الساده الزملاء والمدلكين والعلاج الطبيعي والتاهيل، وكان لقاءاتي قبل التعاقد مع مستر كولر واتكلمنا وتناقشنا وشفنا منظومه، يعني احنا بنتكلم على لونج تيرم وشورت تيرم، او يعني المدى القصير والمدى البعيد، فاحنا بنتكلم على مشروع ان شاء الله يستمر 3 سنين جايين، بنطور وعاوزين نوصل للمستوى العالمي الاوروبي في الاداره الطبيه. مع توليك المسؤولية أو رئاسة الجهاز الطبي بدأنا في القياسات، وطبعا دي أمور معتادة في الفترات بداية الموسم، كلمنا بقى على القياسات اللي تمت للاعبين وأخبار النتائج يا دكتور تامر. طبعا أنت حضرت معنا اليومين دول، كانوا يومين طوال جدا، إحنا خدنا الستاندرز الأوروبية وطورنا عليها كمان، بمعنى إن إحنا نكون عندنا ملف لكل لاعب من أول ساسه لراسه زي ما بيقولوا يعني،
وبنحلل في الايام دي النتائج اللي طلعت، سواء نتائج تحاليل اشعاعات، عملنا دي ان ايه ولاكتيز وحاجات يعني احدث ما يمكن يعني، وان شاء الله بنتائجها وقائيه اكتر من هي علاجيه. انا عاوز اعرف العضله بتاعت الفلان هتقدر تستحمل الضغط الفلاني، يعني شغل علمي محترم مبني على شغل قديم اتعمل طبعا الساده اللي كانوا قبليه، وان شاء الله يكون له نتائج ايجابيه باذن الله. مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن خطيب لا يدخر او لا يتوانى عن تقديم اي امور تخص الناحيه الطبيه، هل في تواصل في طبعا في هذا الامر في بعض الاجهزه ممكن نحتاجها خلال الفتره القادمه باذن الله؟ وطبعا كابتن خطيب يعني مؤيد ومساند بشكل كامل للاداره الطبيه، احنا في الحاله اللي احنا فيها النهارده احنا ما فيش حاجه ناقصه زي ما بيقولوا، ولكن دايما في جديد وكل يوم في العلم في جديد، واللي بنطلبه بنلاقيه. يعني الفتره الجايه ان شاء الله في جهاز هينضم لينا، احد الاجهزه هيجي لنا جديد يعني، بس اللي موجود يكفي ويزيد. عايز اروح بحضرتك للملف الاصابات اللي عندنا، طبعا كان في عندنا لعبة عائده من الاصابات، تكلمني اكتر على كريم فؤاد، اكرم توفيق، عمرو السوليه، في كلام كتير وابتدات كتير، لكن احنا بناخد الكلام من المصدر وهو الدكتور تامر ابو العيني. طيب كريم واكرم ان شاء الله بكره عندنا زياره لجامعه انسبروك، مستشفى جامعه انسبروك، بروفيسور فينك اللي قام لهم بالعمليات الوات الصليبي، ويبقى في اخبار ان شاء الله جيده جدا، ويبقوا معانا في التدريبات الجماعيه بشكل كامل قريبا. كابتن عمرو السوليه طبعا اصابه خفيفه كده في الخلفيه، يعني في اقرب فرصه هيبقى موجود معايا ان شاء الله برضو. ايضا خالد عبد الفتاح، ويعني ناخد تقرير شامل عن كافه اللاعبين، انت النهارده معانا دكتور تامر، مش هنسيب تفصيله لما نتكلم فيها. كابتن خالد عبد الفتاح بيقوم بما هو اكثر ما هو مطلوب منه، الراجل يعني بيشارك بشكل شبه كامل ما عدا بس الالتحامات، عشان عندنا حاجه بسيطه كده في الكتف وجاري التئامها، ومع بدايه الموسم موجود ان شاء الله. انا يعني اعرف ان المنتجع او المكان اللي احنا بنكون فيه المعسكر واحد من حب يعني افضل اماكن على مستوى العالم، وبالنسبه لمستر مارسيل كولر، بالنسبه لك انت من الناحيه الطبيه شايفه ازاي؟ شايف كل الامكانيات اللي انت هتحتاجها في فتره الاعداد اكيد موجوده هنا في هذا المكان؟ هو ده برضو من التوفيق ربنا سبحانه وتعالى. انا عشت فتره طويله في المانيا، وكنا المعسكرات دي بنشوفها وبنشارك فيها، وده طبعا المعسكر الدائم بتاع منتخب النمسا سواء رجال او سيدات. لكن مستر مارس كولر طبعا كان له دور كبير ان احنا ناخد تصريح نبقى هنا. مكان اكتر من رائع، مكان مجهز بكل ما ممكن نتخيله، وان شاء الله المردود ده هيبقى قوي قوي على الفريق الفتره الجايه. بالنسبه لك في معسكر الاعداد ايه ابرز الامور الطبيه اللي بتتكلم فيها مع اللاعبين؟ مستر مارسيل كولر بيتكلم معاك في تفاصيل ايه؟ ايه اهم الامور اللي اتكلم فيها طبعا معاه، ويعني وجود حضرتك او رئاستك للجهاز الطبي في النادي الاهلي؟ واحد، ان احنا عنا على كل لاعب، احنا عندنا بسم الله ما شاء الله عدد كبير من اللاعبين، فكل لاعب له طريقه، وكل لاعب له يعني بيسمع جسمه بطريقه مختلفه زي ما بنقولها بالواقع الطبي يعني. مستر مارسيل كولر بيحب التفاصيل، داخل معانا في تفاصيل كتير قوي، وفي الاول وفي الاخر احنا عاوزين اللاعب يبقى مبسوط خارجيا وداخليا عشان يدينا الاداء المطلوب. شفت حضرتك على الطياره في يعني الطياره من القاهره للنمسا بتسال اللاعبين مين قادر يتمرن النهارده، اعتقد دي نقطه مهمه جدا ولازم ان احنا ننوه لهذا الامر. اللعيبه كان عندها القابليه ان هي تتمرن، بس حضرتك عرضت الامر على الاختيار ما بين اللاعبين. طبعا يعني انا عندي بعض اللاعبين زي خالد كنا لسه بنتكلم، انا بفرمله يعني بفرمله شويه، وبعض اللاعبين الاخرين لا عاوزين الزقه، فاحنا بناخد دايما قبل ما نحط الاستراتيجي بتاع اليوم او الشغل بتاع اليوم متفقين مع مستر كولر ومع الجهاز ان احنا بنعدي على كل اللعيبه تاني، بنسمع اذا ربما من اخر تمرين حصل حاجه، عنده برد، عنده شد، عنده، فبنشوف الحالات اللي هي فيها تغير عن اليوم اللي سابق ونبدا نتعامل معاها بسرعه عشان يبقوا موجودين في التمرين بشكل كامل. دكتور تامر انا بشكرك جدا، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله، مهم كبير جدا، لكن انت ان شاء الله جدير بهذه المهمه وتبقى موسم ان شاء الله مالي بالبطولات، ونبدا ان شاء الله ببطوله السوبر باذن الله. شكرا يا فندم على الاستضافه، واللهم امين، وربنا يكرم ان شاء الله السنه دي. عفوا يا فندم. ده كان لقائنا مع الدكتور تامر ابو العينين رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي، كلام كتير وتفاصيل كتير جدا، وضح الامور هذه الامور الدكتور تامر، وطبعا التفاصيل اللي بيركز عليها مستر مارسيل كولر ان شاء الله تكون بدايه مهمه جدا، بدايه موفقه للدكتور تامر وجهازه المعاون، وايضا لفريق النادي الاهلي وكل منظومه النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو. من الحاجات المهمه جدا في اي معسكر هي الادوات الطبيه اللي محتاجها فريق النادي الاهلي. الحقيقه دكتور تامر ابو العينين قايم بدور عالي جدا جدا جدا، وهو راجل متخصص جدا في اصابات الملاعب وفي الحاجات اللي تخص فرق الكوره، لكن الحقيقه ان يكون معسكر فيه كل الامكانيات المتاحه للطاقم الطبي ده شيء مهم جدا،
ومن الاولويات في اي معسكر الحقيقه. اختيار موفق جدا للمكان اللي فيه معسكر الاهلي، اختيار موفق جدا للدكتور تامر ابو العنين، راجل متخصص وراجل عنده خلفيات في الطب الرياضي وفي طب اصابات الملاعب والكلام ده كله، ده شيء ضروري جدا جدا جدا. احنا لسه مع النادي الاهلي، ولكن في العاب الاخر اكتر هنروح النمسا الاول. نروح النمسا الاول لزميلنا فاروق صلاح اللي قايم بمجهود كبير جدا هو وفريق عمل قناه النادي الاهلي الحقيقه، يعني دايما مشرفينا ودايما بيقوموا باعلى مجهود. وخلونا نروح لفاروق. فاروق معانا هو على الشاشه. اهلا بيك يا فاروق على شاشه قناه النادي الاهلي بيتك. برحب بيك يا عبد الرحمن ودايما متالق، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. الاول قول لي ايه الجديد عندك النهارده في اليوم في النمسا عن معسكر النادي الاهلي؟ حطني في الصوره معاك يعني. يعني خليني اقول لك يا عبد الرحمن، يعني احنا خليني اقول لك في البدايه، احنا منذ دقائق كانت انتهت المباراه الوديه اللي كان عملها مستر كولر ما بين فريقين من لاعبي النادي الاهلي، فريق بالزي الاحمر وفريق بالرداء الاسود. مباراه طبعا طغى عليها الحماس عند اللاعبين، فيها امور كتير جدا فنيه اللي احنا نتكلم عليها، وخاصه يعني ان في لعيبه جديده وافده على النادي الاهلي النهارده، خلاص بتقدر من خلال المباراه الوديه تحدد مدى تاقلمهم في هذه المباراه. لكن اقول لك ان المباراه انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. كان تقدم للفريق الاحمر حسين الشحات في شوط اللقاء الاول، ثم اهدر علي معلول او تصدى، يعني نقول تصدى مصطفى شوبير لركله جزاء للفريق الاحمر من علي معلول في شوط اللقاء الثاني، وادرك هدف التعادل للفريق اللي لابس الزي الاسود صلاح محسن، عشان تنتهي المباراه بتعادل ايجابي لكل فريق. زي ما قلت لك يا عبد الرحمن، في نقاط كتير جدا نقدر يعني نتكلم عليها. طبعا تجربه مهمه جدا، يعني المستر مارسيل كولر عمل تجربه من فريقين، فريق طبعا في حراسه المرمى الفريق الاحمر كان الكابتن محمد الشناوي، ثم الفريق الاسود كان مصطفى شوبير. طبعا بيجرب بعض العناصر في خط الدفاع، بنشوف يعني ثنائيه ما بين محمود متولي ومحمد عبد المنعم، الجانب الاخر بيكون محمد ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، ثم دفع به اللاعب معتز محمد اللاعب الناشئ اللي اثبت كفاءه. بنشوف في مركز الظهير الايمن بيدفع وبيجرب مستر كولر محمد فخري، في الفريق الثاني بيلعب بمحمد هاني، كريم الديبيس في الظهير الايسر، بيكون علي معلول في الفريق الاخر في مركز الظهير الايسر. منتصف الملعب بنشوف ثنائيه ما بين احمد نبيل كوكا واليو ديانج، بنشوف يعني لاول مره بقى وعوده بعد غياب اللاعب كريم نيدفيد وثنائيه مع مروان عطيه. طبعا رضا سليم النهارده بنشوفه، بنشوف محمد كريستو، بنشوف صلاح محسن، عناصر كتير جدا مهمه جدا لمستر مارسيل كولر. يعني من الامور اللي انت تقدر تقول عليها عبد الرحمن النهارده، رضا سليم خلاص دخل في الاجواء، خامه مبشره جدا، بطمنك خامه مبشره جدا، وهيكون واحد من مكاسب النادي الاهلي. تالق كبير جدا من طاهر اللي شايفه في فورمه، يعني بادئ الموسم ما شاء الله بفورمه ممتازه جدا، قفشه بقى واسيستاته، ويعني عمل اكتر من باص لقى استحسان الجميع، واحد من اللعيبه اللي ادت مباراه كبيره النهارده محمد اللاعب محمد مجدي قفشه. ايضا بتشوف يعني زي ما قلنا حسين الشحات، كهربا، صلاح محسن، كل اللاعبين النهارده تقدر تقول يعني المنافسه السنه دي هتكون صعبه جدا ما بين كل اللاعبين في مختلف كل المراكز عبد الرحمن. طيب خليني بس اقول لك ان احنا شفنا دلوقتي معانا على الشاشه بعض الجماهير اللي كانت متواجده في تمرين امس تقريبا، في التمرين وتصوروا مع اللعيبه، وكان في ناس جايه، عرفنا ان هم جايين من هولندا وناس جايه من كل حته في اوروبا تقريبا عشان تشاهد تدريبات النادي الاهلي. خليني اقول لي كده، حطني معاك في المشهد ده وقول لي ازاي مستر كولر سمح للجمهور ان هو يبقى موجود، اللعيبه استقبلت الجمهور ازاي، هل كان في هتافات من الجمهور للعيبه، مطالبات بان هم يكملوا البطولات، الكلام ده كله، احكي لي كده على اليوم يعني. خليني اقول لك عبد الرحمن، يعني منذ قدومنا هنا الى النمسا وبالتحديد فيينا، كان في استقبال بعثه فريق النادي الاهلي وفد كبير جدا من افراد الجاليه المصريه الموجوده هنا في النمسا، في ناس كتير جايه من كل الاماكن هنا في النمسا، في بعض الجماهير القادمه من هولندا، في ناس جايه من لندن، في ناس جايه من بلجيكا، في ناس جايه من سلوفينيا، الجميع بيتوافد من اجل يعني التقاط الصور التذكاريه مع لاعب النادي الاهلي. كان ليا حديث مع بعض الجماهير المصريه، قال لك احنا بندور على اي مكان يكون فيه ريحه النادي الاهلي،
احنا بنعتز بالنادي الاهلي. واتكلموا طبعا منهم اللي كان متواجد هنا في النمسا اثناء تولي مستر كولر للقياده الفنيه لمنتخب النمسا، واشادوا بالمكان اللي بيقيم فيه النادي الاهلي، وان هذا المنتجع كان مخصص لمنتخب النمسا، وان مستر كولر بيقول للجماهير هنا في النمسا شوفوا بعد منتخب النمسا انا بدرب مين باسم وقيمه ومكانه النادي الاهلي. الجماهير دايما موجوده في التدريبات، موجوده يعني بهتفها بتشجيعها بحماسهم مع اللاعبين دايما. انت عارف يا عبد الرحمن، جمهور النادي الاهلي وانت واقف على منصه التتويج بيطالبك بالبطوله اللي بعد كده، بيطالبك بالبطوله القادمه، بيطالبك بالفوز، والامر ده يعني قد ما هو بيشكل ضغط على اللاعبين لكن بيولد دوافع كبيره جدا للاعبين. هتاف اللاعبين او هتاف الجمهور للاعبين مستنيين منكم بطوله السوبر، السوبر يا اهلي، كان يعني يعني الهتاف الرئيسي للجماهير وبعض افراد الجاليه المصريه سواء في التدريب الصباحي اليوم او في هذه المباراه الوديه اللي خاضها مستر كولر بفريقين من اللاعبين. وايضا كان هتافهم لدى وصولنا الى مطار فيينا هتاف مهم جدا. جمهور النادي الاهلي دايما موجود في الموعد. اعتقد يا عبد الرحمن كلمه السر دايما في تاريخ النادي الاهلي وبطولاته هو جمهور النادي الاهلي. طبعا معاك حق فاروق، جمهور النادي الاهلي، والجميل ان جمهور النادي الاهلي في اي حته النادي الاهلي متواجد فيها، ودي من نجاحات اي مكان يروح النادي الاهلي، هو بيحقق نجاح للمكان ايضا بتواجد جمهور للنادي الاهلي لمتابعه مران الفريق او لمتابعه. النهارده انت بتقول ده ماتش بين فريقين النادي الاهلي، هو انا برضو عندي سؤال في الحته بتاعه مباراه النهارده دي، هي مش تقسيمه، هو مستر كولر اصرني يبقى فيها طابع شبه مباراه رسميه يعني او مباراه وديه، يبقى كل واحد لابس زي مختلف والفريقين متقسمين تقسيمه، دول معاهم الاحتياطي بتاعهم ودول معاهم الاحتياطي بتاعهم، مش كده؟ يعني خليني اقول لك يا عبد الرحمن ان المستر كولر فرض على المباراه الشكل الرسمي، يعني طاقم تحكيم من النمسا النهارده كان موجود بيدير هذه المباراه. يعني انت عارف ان الامر ممكن في عبد الرحمن، انت اكيد كلنا متعودين على هذه الامور، ممكن لو بتعمل تقسيمه ما بين اللاعبين ممكن بيبقى موجود حكم واحد من يعني واحد من الجهاز الفني او احد الاداريين، لكن مستر كولر حب يدي المباراه الشكل الرسمي والطابع الرسمي بالنسبه للاعبين، فطاقم تحكيم كان من النمسا بيدير هذه المباراه. ارتداء اللاعبين لكل فريق بالكامل الزي الرسمي للنادي الاهلي، يعني عايز اقول لك بالمناسبه عبد الرحمن احنا بنتكلم يعني في هذا الامر، عايز اقول لك يعني التيشيرت القميص الجديد بالنسبه للنادي الاهلي في منتهى الروعه، سواء الرداء الاحمر او الرداء الاسود، اعتقد يعني احنا لما شفناه على ارض الواقع او شفناه في الملعب لا مختلف بشكل كبير جدا، يعني باين صراحه، باين فاروق في الصور وفي الحاجات دي باين التيشيرت شيك قوي فعلا ولا لا لاعب النادي الاهلي. يعني يا عبد الرحمن فعلا يعني مستر كولر ادى يعني الطابع الرسمي لهذه المباراه. وبالمناسبه عبد الرحمن يعني انت بتتكلم على هذه الامور، عايز اطمنك لان كلام كتير جدا يا عبد الرحمن، يعني لو انت عندك امور يعني قبل ما اروح لملف بقى الكلام اللي بيقال على الاصابات والحاله الطبيه للاعب النادي الاهلي، لو في اي سؤال يتعلق باليوم النهارده او المباراه انا موجود معاك طبعا يا عبد الرحمن الاول. طيب قول لي المباراه النهارده اللي كانت واخده الشكل الرسمي دي بطقم حكام اجنبي بالكلام ده كله، مستر مارسيل كولر كان هو المدير الفني للفريقين، قول لي كده كان بيتم بيكاتشن ازاي للفريقين مع بعض او توجيهاته كان بيديها ازاي للفريقين مع بعض. يعني خليني اقول لك ان مستر كولر واقف في منتصف الملعب في الخط المنتصف بالظبط، طبعا هو يعني تعليمات طبعا لمحلل الاداء في النادي الاهلي ياسين المكاري وكرم يعني المتخصص في التحليل مع ياسين المكاري بتصوير المباراه بشكل معين بطريقه معينه. المستر كولر عايز يقف على بعض النقاط الفنيه الخاصه ببعض اللاعبين في جمل، يعني زي ما قلنا ان مستر كولر في الفتره اللي يعني اثناء التدريبات او طوال التدريبات الفريق بيحاول يشتغل على التنويع الهجومي وخط الهجوم، يعني النقطه الناحيه الهجوميه بيحاول يشتغل، يعني حتى عبد الرحمن النهارده في التدريب الصباحي بعد انتهاء المران طبعا انت عارف ان في انضم مؤخرا للطاقم الجهاز الفني للنادي الاهلي مطور الاداء، وانا بوضح باللفظ بالظبط عبد الرحمن مطور اداء ومكتشف المواهب كارلوس، وده بالمناسبه اللي من الاصل الارجنتيني ويعني بيحمل الجنسيه السويسريه، واحد من المدربين الاسماء الكبيره جدا في اوروبا، اشتغل مع بعض اللاعبين على النواحي التخصصيه شويه. النهارده بعد نهايه المران يعني تتكلم في نقاط بقى فنيه عبد
الرحمن بتشتغل على بعض اللاعبين اللي يعني بلغه الكوره اللاعب اللي بيلعب بالقدم اليسرى، لا بشتغل معاه انه يلعب بالقدم اليمنى، بطور مهاره ضربات الراس عند اللاعبين، بشتغل على اللعيبه الناشئين زي زعلوك، زي كريم الدبيس، رأفت خليل، زي معتز محمد. اعتقد دي نقاط فنيه وامور تخصصيه شويه بيشتغل عليها مستر كولر. ده الامر اللي يعني اللي بنشوفه في المباراه، مستر كولر واقف على الخط بيتابع مع اللاعبين تعليماته لتوجيهاته لكلا الفريقين. الحماس اللي كان عند اللاعبين هو اللي كان بيطغى على هذه المباراه. زي ما قلت لك عبد الرحمن وباكد على هذا الامر، المنافسه السنه دي هتكون صعبه جدا في كل مراكز النادي الاهلي، يعني ودي حاجه تسعدنا طبعا وتسعد كل جمهور النادي الاهلي طبعا. لكن وانت بتتكلم على المنافسه اللي هتبقى صعبه جدا، الروح اللي بين اللاعبين اعتقد دي يعني دي سر النادي الاهلي. اوضه اللبس في النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي والتعامل، لما تشوف الكابتن محمد الشناوي وهو بيتعامل مع اصغر لاعب مثلا في المعسكر سواء زعلوك او معتز محمد، تشوف تقديره والاحترام، ويعني الحاجات دي فعلا يا عبد الرحمن بتبقى فخور وانت بتشوفها داخل جدران البيت الكبير بيت النادي الاهلي. طيب من وجودك في المعسكر عايز اعرف منك كده بقى الحاجات اللي احنا مش شايفينها، اللعيبه وقت الاكل، انسجام الشباب مع الكبار، كابتن خالد بيبو اللي هو الاضافه كبيره جدا للجهاز الفني اللي بيمارس عمله كمدير كوره، الحاجات دي شفنا مشاهد كتير جديده في المعسكر لحد دلوقتي، بنشوف تدخله في كل حاجه، ملاحظته لكل حاجه. عايزك كمان توصف لي الحاجات اللي احنا مش شايفينها، يعني احنا شفنا الانترفيو بتاعك مع دكتور تامر ابو العينين وهو بيوصف الاجهزه اللي موجوده والمعدات الطبيه اللي بيستخدموها والكلام ده كله، احنا مش شايفين الكلام ده للاسف طبعا، احنا الصور معانا من الملعب دايما، لكن عايزك انت توصف لي المعدات، عايزك تشوف لي الاماكن المعيشه بتاعت اللعيبه عامله ازاي، الاكل والتصرفات اللي بيتصرف في حاجات، في اماكن ترفيهيه اكيد للعيبه والحاجات دي، وصف لي كده المشهد كامل اللي احنا مش شايفينه. يعني خليني اخد من كلامك بالتحديد او بالتحديد وبخصوص الكابتن خالد بيبو اللي قايم بدور كبير جدا، يعني عبد الرحمن لو هنتكلم على تفاصيل المعسكر ده تم انجازه في وقت قصير جدا، فامر يحسب لي مجلس اداره النادي الاهلي ويحسب لي الكابتن خالد بيبو في كيفيه الامور وتنسيق الامور لهذا المعسكر. ايضا اختيار المكان اختيار موفق جدا، انت بتتكلم في منتجع عبد الرحمن واحد من افضل المنتجعات على مستوى قاره اوروبا، وبالتحديد زي ما قلت لك ان هو المكان المخصص لمنتخب النمسا، اكثر من فريق اوروبي، يعني اسماء كبيره جدا بتتكلم في ليفربول وفي ويست هام، كانت بتقيم منتخب كرواتيا قبل بالمناسبه قبل كاس العالم بالبرازيل كان اقام معسكره هنا في هذا المكان. مكان عبد الرحمن بيحتوي على 5 ملاعب، 4 ملاعب للنجيل الطبيعي وملعب للنجيل الصناعي، بتتكلم على اكثر من 30 حمام سباحه، غرف الساونا والجاكوزي، بتتكلم على المغطس، غرف ساونا هنا عبد الرحمن بالثلج، يعني انت بتتكلم على في درجات حراره او درجات عشان ريكفري طبعا جدا، فاعتقد دي مهمه جدا. بالنسبه للجهاز الطبي بالظبط، بتتكلم ان بالنسبه للجهاز الطبي ما بيحتاجش اي حاجه خالص، يعني انت مش محتاج تطلع خارج المكان، كل الاجهزه الطبيه الموجوده او اللي انت هتحتاجها او اللي غير كمان موجوده سواء يعني في القاهره او في اي مكان موجوده هنا. بالنسبه للاجهزه الجهاز الفني كل الامور اللي بيحتاجها موجوده ايضا. بالنسبه يعني بجانب التغذيه بقى، وبتتكلم على التغذيه، الدكتور ايهاب علي استشاري التغذيه عامل برنامج غذائي طبعا للاعبين، سواء من ناحيه الماكولات او الاطعمه اللي بيتناولها اللاعبون او المشروبات، انت عارف ان الفريق راجع من فتره راحه، فبالتالي انت 21 يوم او 22 يوم انت فقدت الكثير جدا من المعادن خاصه بالتكوين الجسماني للاعبين، وبالتالي تم وضع برنامج تاهيلي او برنامج تغذيه مهم جدا في بعض الاغذيه او الماكولات اللي بتعوض هذا الامر. نوعيه الميه اللي بيشربها لعيب النادي الاهلي كمان عبد الرحمن مختلفه، يعني نوعيه الميه بتتكلم في بتحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم، وبالتالي بتعمل يعني الاستشفاء ويعني بتعوض اللاعبين طبعا عن الفقد كتير جدا من الاملاح، والمأكولات عبد الرحمن والمشروبات بتزود المناعة طبعا عند اللاعبين، فبالتالي يعني دي الأمور المهمة جدا اللي احنا بنتكلم فيها. لو بتتكلم بقى عبد الرحمن على الجانب الترفيه، زي ما قلنا ان في بعض طبعا انت عارف المعسكر بيبقى مرحله من مراحل الصفاء الذهني بالنسبه للاعبين، ولازم يكون طبعا في جانب ترفيهي. خليني اقول لك ان في طبعا بطوله للبلاي ستيشن ما بين اللاعبين، حتى الان المرشح الاقوى لهذه البطوله طاهر محمد طاهر اللي طبعا لعبته خرج الكابتن رامي ربيعه بعد ما فاز عليه 5-0 فاز عليه 5-0. عايز اقول لك انه بيلعب بالمان سيتي بطريقه يعني ممتعه جدا. ايضا يعني كريستو خرج تيتسيان اندويا مخطط الاحمال
بنشوف يعني الروح عمرو السوليه، يعني كابتن عمرو السوليه طبعا خرج محمد فخري بعد ما فاز عليه 4-1. دي بيبقى الجزء الخاص بالجانب الترفيهي في البلاي ستيشن. بيبقى في بعض الالعاب الاخرى بقى، وانت زي ما شفت من خلال قناه النادي الاهلي او من خلال منصات الاهلي الاعلاميه، التحديات بتتعامل ما بين اللاعبين. شفنا تحدي يعني اللي كان ما بين مروان عطيه وقفشه وامام عاشور وكهربا. اعتقد دي امور ترفيهيه جدا بتبقى محتاجه طبعا في المعسكر. ضروري جدا طبعا وجود مرح في الحاجات اللي زي دي. شكرا طبعا فاروق صلاح على المجهود الرائع منك ومن كل فريق عمل قناه النادي الاهلي، حاجه بصراحه يعني برافو عليك. انا عايز اختم معاك. اتفضل فاروق. عايز يعني برضو احنا بنتكلم وانا بختم معاك يا عبد الرحمن، هطمنك على نقطه مهمه جدا يا عبد الرحمن خاصه ب يعني في كلام كتير طبعا اثير على مواقع السوشيال ميديا وبعض يعني الزملاء بخصوص اصابات اللاعبين. خلينا احسم لك هذا الامر، ان طبعا يعني بالامس كان عرض اللاعب اكرم توفيق وكريم فؤاد وامام عاشور على الكريستيان فينك الطبيب النمساوي اللي كان اجرى جراحه الرباط الصليبي بالنسبه لي اكرم توفيق وكريم فؤاد. وخليني اكد لك وابشر كل جماهير النادي الاهلي وافرح كل الجماهير ان يعني المستر فينك او الطبيب فينك خلاص يعني سمح للاعبين، قال لك خلاص. هو كان طبعا انت بتعمل يعني ايه فحص اخير لمدى جاهزيه اللاعبين طبعا للمشاركه في الالتحامات والمباريات بشكل رسمي. خليني اقول لك النهارده يعني كان التواصل مع الطبيب النادي الاهلي ورئيس الجهاز الطبي دكتور تامر ابو العينين، طمنه خلاص ان الامر اصبح دلوقتي اللعيبه تشارك في التدريبات بصوره كامله جدا سواء امام عاشور. يعني لو جاهزين يعني اللي بتكلم لو في مباراه جاهزين ان شاء الله، لكن يعني دي من الامور اللي طبعا اللي كانت تهم جمهور النادي الاهلي ان هو يطمن على اللاعبين. الكلام اللي انا بقول لك عليه الكلام اللي بيتقال ده اصابه، ما فيش الكلام ده، الكلام ده غير صحيح بالمره. جاهزيه اللاعبين، اللاعب يعني اللي بتقول عليه اللي هو في فتره اصابه طبعا هو اللاعب كابتن عمرو السوليه، وزي ما قال لنا الدكتور تامر ابو العينين هو في مرحله التاهيل، ماشي في مراحل التاهيل الخاصه بعمرو السوليه. لكن بطمنك اكرم توفيق كريم فؤاد امام عاشور من الناحيه الطبيه الامر بالنسبه لهم انتهى خلاص جاهزين، يتبقى طبعا مدى جاهزيتهم من الناحيه البدنيه والناحيه الفنيه، والامور دي طبعا بتخضع للرؤيه الفنيه لمستر مارسيل كولر. تغطية وافية جدا يا فاروق، وانت اكدت لنا كمان المعلومات اللي احنا وصلت لنا من عندكم. برافو طبعا فريق قناة النادي الاهلي بالكامل، الحقيقة يعني بيقوموا بمجهود كبير جدا 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 في كل سفرية للنادي الاهلي، وده دور قناة النادي الاهلي دايما ملازمة لفرق النادي الاهلي كلها مش الكورة بس، ده من ضمن ادوار قناة النادي الاهلي الحقيقة. يعني معسكر مهم جدا لفريق النادي الاهلي، الجزء الترفيهي ده خلي بالكم يا جماعة ده شيء مهم جدا جدا، ان اللعيبة تفصل من جو التمرين او بعد التمرين يبقى فيه جو من المرح بينهم وبين بعض، ده شيء نفسي كويس جدا للعيبة. هنطلع فاصل صغير ونرجع لحضراتكم مرة اخرى عشان نكمل باقي فقرات نفسي من دي سبورت. ورجعنا لحضراتكم عشان نكمل بقى باقي اخبارنا، ولسه احنا مع النادي الاهلي لكن في الالعاب الاخرى. لسه مع النادي الاهلي، كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الاهلي اكد اتمام التعاقد مع تمارا نادر السيد لتدعم صفوف فريق الاول لكره السله سيدات خلال الموسم الجديد. واوضح العوضي ان النادي اتم التعاقد معها لمده 4 مواسم قادمه في اطار خطه تدعيم صفوف كافه فرق النادي بالعناصر المميزه من اجل المنافسه على الفوز بكل البطولات. كما أعلن العوضي انتهاء إجراءات التعاقد مع نبيل شريف للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة اليد الرجال بداية من الموسم الجديد، وأوضح أن اللاعب وقع على عقود الانضمام ل4 مواسم أيضا قادمة. وقام الجهاز الإداري بإنهاء كافة إجراءات التعاقد وقيده في قائمة الفريق. وعلى صعيد تجديد عقود، أعلن العوضي أيضا تجديد عقد أحمد عادل لاعب الفريق الأول لكرة اليد الرجال بالنادي الأهلي ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن عادل وقع على عقود التجديد لمدة 4 مواسم قادمة، وإن استمراره يمثل إضافة كبيرة للفريق من أجل المنافسة على كل البطولات. كمان أعلن عن تجديد عقد محسن رمضان لاعب الفريق الأول لكرة اليد الرجال لمدة 4 مواسم قادمة، وأوضح أن اللاعب وقع على عقود التجديد للأهلي دون أن يكون لديه أي طلبات خاصة، وأن استمراره في الفريق يأتي ضمن الحفاظ على الاستقرار. وفي كرة السلة أعلن عن تجديد عمر طارق لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال ليستمر في صفوف الفريق خلال الفترة القادمة. وأوضح العوضي أن اللاعب وقع على عقود الاستمرار في النادي لمدة 4 مواسم قادمة بعدما ساهم بقوة في البطولات التي تحققت خلال الفترة الماضية. واختتم مع كرة اليد، سيدات أعلن عن تجديد عقد السنغالية دونجا كامارا لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي لتستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة. قبل ما نسيب أخبار النادي الأهلي عايز أعلق على كابتن خالد العوضي اللي قايم بمجهود كبير جدا جدا على كل الفرق في النشاط الرياضي، كل الفرق الجماعيه والفرديه الحقيقه، يعني
بان في الموسم اللي فات من خلال البطولات اللي تم حصدها وكمان تجهيزه للموسم اللي جاي. تعالوا بقى نروح للرياضة المصرية. أعلن الإيطالي فلافيو جونيلي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الطائرة على القائمة المنتخب المشاركة في بطولة أفريقيا. وتقام بطولة أفريقيا لكرة الطائرة الرجال في مصر في الفترة من 3 سبتمبر وحتى 13 سبتمبر، بينما تغادر الوفود القاهرة يوم 14 من الشهر نفسه. وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد حددت مساء السبت المقبل موعداً لإقامة الاجتماع الفني وقرعة البطولة الأفريقية. وشهدت قائمة المنتخب عودة أحمد صلاح طبعاً بعد أن أعلن اعتزاله اللعب الدولي وغياب عبد الله عبد السلام للإصابة. طبعاً عبد الله عبد السلام من العناصر الأساسية جداً في كرة الطائرة في منتخب مصر. وطبعاً عودة أحمد صلاح ده يعني أكتر لاعب مؤثر في مصر، فنتمنى لهم التوفيق ونتمنى عودة سريعة طبعاً لنجمنا عبد الله عبد السلام. طبعاً عايز أقول لكم كمان منتخب السلة كسب الأردن 85-69 في مباراة مهمة جداً هتقربنا من أولمبياد باريس، إن احنا إمكانية إن احنا نتأهل لأولمبياد باريس. طبعاً نتمنى كل التوفيق لفريق كرة السلة أو منتخب كرة السلة. لسه مع الرياضة المصرية ونروح لكرة القدم بقى. اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية صرح وقال إن الدوري الموسم الجديد هيكون بنفس شكله الطبيعي، 18 فريق بدون تغيير، من دورين عادي خالص، يعني مفيش دوري من دور واحد ولا دوري مجموعتين رغم كل ما يصار عن الكلام خلال الأيام الماضية. والحقيقة إن ده طبيعي لأن شكل الدوري مرتبط بالتعاقدات الأندية وحقوق البث وتفاصيل كتير جدا ما ينفعش اللعب فيها بسهولة كده يعني. يعني ده شيء مهم، أنت ده شكل الدوري المصري، ده قيمة كل نادي. كل نادي بياخد العدد المباريات وعلى عدد البث الفضائي والكلام ده كله والقيمه التسويقيه لكل فريق، ده ما ينفعش تلعب فيه الدوري. انت لازم تنظم بطوله مظبوط، تحدد مواعيد مظبوط، تبدا في ميعاد مظبوط وتختم في ميعاد مظبوط، ده المهم يعني. نروح للخبر اللي بعد كده. الاسبوع اللي فات طبعا قلت هنا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ان البرتغالي بيريرا بدا السيطره على لجنه الحكام وهيعيد تشكيلها من اول وجديد، وقلت كمان إن أول قراراته هتكون رحيل توفيق السيد والاستعانة بتامر دري مكانه طبعا، وكمان السيد مراد، وهيغير المسؤول عن تقنية حكم الفيديو، وقرر كمان إقالة المسؤولة عن التحكيم النسائي. ده احنا قلناه بالفعل. بيريرا أكد بقى انفرادنا وقال إن المسؤول عن التحكيم النسائي، وأقال طبعا المسؤول عن التحكيم النسائي. والنهاردة بقول لكم إنه هيعين سعيد عبد الغفار مسؤول عن التحكيم النسائي في الموسم الجديد. كمان تمت إقالة المسؤول عن حكم الفيديو وهيكون في بديل له، ده بالإضافة إلى موضوع مهم جدا وهو مصمم عليه أنه يعمل تصنيف للحكام. دي نقطة مهمة، 30 طاقم حكام للدوري الممتاز وأطقم تانية ملهاش علاقة بالدوري الجديد، ده اللي هو يعني الفئة التانية، تحكيم تانيين مختلف تماما تدير دوري الدرجة التانية. في معارضة كبيرة جدا من اتحاد الكرة لقرار بريرا، وكمان في محاولات أنهم يطفشوه زي ما عملوا مع كلاتنبرج. الحقيقة أن انفراج قناة النادي الأهلي وبرنامج البيت الكبير مع الكابتن إسلام الشاطر بظهور مارك كلاتنبرج يوم الاثنين الفات عمل ردود فعل مستمر على مدار الأسبوع، لكن قناة الأهلي ناقشت موضوع التحكيم بكل موضوعية وحيادية وجابت كل الأطراف في الحلقات، يعني طبعا الحلقة التحكيم دي الهدف منها دايما بيكون الصالح العام للكرة، مش حاجة معينة، مش صالح النادي الأهلي. يعني عاوز أقول هنا أن بعد حلقة قناة النادي الأهلي يوم الاثنين محاولات تطفيش فيكتوريا بريرا عفوا بدأت. شفنا على مدار اليومين اللي فاتوا الناس اللي تمت إقالتهم من لجنة الحكام بدأوا يظهروا في البرامج بقى والقنوات ويهاجموا بريرا، وكل ده عشان خاطر يرجعوا للنظام القديم ويجيبوا رئيس لجنة التحكيم مصري ويرجعوا للتحكيم سلطة زي ما الراجل قال. يعني الراجل قال كده بالظبط، قال التحكيم سلطة. أتمنى إن مجلس إدارة اتحاد الكرة يكون أكثر حكمة وإنه يدعم ويحمي بريرا ويسيبه يكمل تجربته ويفرض نظام على لجنة الحكام والكل يلتزم بيه، لأن ده لمصلحة الكرة المصرية بالمناسبة يعني، ولمصلحة الحكام نفسهم. نقطة مهمة جدا 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 إن أنت تسيب الراجل يشتغل. ما الراجل عامل شغل هو بيحاول يطور. أنتوا بتدفعوا دولارات ليه يا جماعة؟ ما أنتوا ما تجيبوا، لو الموضوع من الأول أنتوا عايزين تجيبوه عشان تطفشوه خلاص ما بلاها دولارات وهاتوا واحد مصري من الاول، انما ما تجيبش واحد وانت بتحاول تطفشه، انت اللي بتحاول تطفشه. بالعكس كل الانديه عايزه خبير اجنبي عشان يدير منظومه التحكيم عشان عايز عداله تحكيميه، ده المنطق يعني. اي نادي في مصر عايز ايه غير العدل؟ ان هو ياخد حقه، مش عايز اكتر من كده. فبالتالي دعم الراجل ده مهم، واتحاد الكوره لازم يحمي الخبير الاجنبي. ما حصلش معاه زي ما حصل مع كلاتنبرج. اللي حصل مع كلاتنبرج ده سقطه في تاريخ اتحاد الكوره، ان انت تجيب واحد خبير اجنبي
وتبيعه. ودلوقتي كل الناس اللي تم اقالتها طالعه في البرامج، ومستباح بقى بيريرا ده كله عادي يتكلم عليه عشان خاطر يجي واحد مصري يشغلهم تاني. ده اسمه كلام يا جماعه؟ يعني هل يعقل انك يبقى عندك خبير اجنبي بتدفع له بالدولار انت اللي عايز تطفشه؟ ليه؟ ما تسيب الراجل يشتغل يعني. نتمنى ده ما يحصلش طبعا، واحنا هندعم الراجل ده لان الراجل ده هدفه هو تطوير منظومه التحكيم في مصر، ويكون في سيستم للحكام يسري على الجميع، ده مهم جدا. ما تجيش انت بقى تروح بايع الراجل وتعمل معاه زي ما عملت مع كلاتنبرج. انا اسف يعني، ده ما ينفعش وما يصحش، عيب شكلنا. على فكره كلاتنبرج طلع قال كلام ما يصحش علينا، فما تخلوش الراجل ده كمان يعمل كده، ودي بقى دي سمعتنا يعني، عيب. نروح لاخبار المحترفين. طبعا محمد صلاح والتقرير السعوديه، احنا بقى لنا 3 حلقات دلوقتي زي ما احنا، وهم بيراهنوا على حسم نادي اتحاد جده صفقه النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول قبل موعد غلق القيد في الانتقالات الصيفيه الحاليه. ويسعى فعلا اتحاد جده لانهاء المفاوضات مع ليفربول للتعاقد مع محمد صلاح قبل ساعات من غلق الانتقالات الصيفيه في انجلترا. خلاص هو فاضل النهارده بس. اذا ينتظر حسم هذا في غضون ساعات مقبله، يعني المفروض يعني، ويتبقى يوم واحد فقط على غلق القيد في الدوري الانجليزي اللي هو 1 سبتمبر، يعني بكره الصبح خلاص كل سنه احنا طيبين كلنا يعني. بينما يتبقى في موسم الانتقالات في الدوري السعودي 8 ايام، هم لسه قدامهم ل 9 سبتمبر. العديد بقى من الصحف في السعوديه تؤكد اقتراب حسم اتحاد جده التعاقد مع محمد صلاح، ومسمينها صفقه القرن كمان، بيسموها كده يعني، نظرا لكونها احد اهم صفقات حل اتمامها بشكل رسمي يعني. واكد اكثر من اعلام سعودي عبر القنوات الرياضيه السعوديه امبارح ان النادي اتحاد جده حسم كل الامور الخاصه بالتعاقد مع محمد صلاح، ويتبقى رتوش بسيطه في المفاوضات مع ليفربول للاعلان الرسمي. في حين ان صحيفه الرياضه السعوديه في عددها الورقي اليوم الخميس يعني عنونت تحت صوره الدولي محمد صلاح، طبعا صلاح يوافق وليفربول يناور. واضافت الرياضيه السعوديه ان ليفربول يرغب في الوصول الى رقم اكبر من المعروض عليهم لحسم صفقه بعد تاكد موقف محمد صلاح نفسه يعني. وتابعت الصحيفه ان محمد صلاح وضع الكره في ملعب اداره ليفربول ويورجن كلوب مدرب الفريق بتاكيده انه لن يقبل كسر التعاقد ودفع الشرط الجزائي الا بموافقه مباشره منهم. كما اشارت الرياضيه السعوديه الى ان ليفربول يسير بالصفقه الى الدقائق الاخيره قبل غلق الانتقالات في الدوري الانجليزي الذي يغلق مساء الخميس اللي هو النهارده يعني، وعشان يوصلوا لاكبر رقم ممكن من المعروض عليهم بعد تاكيدهم ان موقف محمد صلاح نفسه ما عندوش مشكله يعني. انا بقول لحضراتكم لسه الامور ما اتحسمتش يعني، الامور لسه مش باينه، ولسه لحد دلوقتي موقف محمد صلاح حتى وهو ما ابداش رفضه لموقف اتحاد جده الا انه لحد دلوقتي وارد الاغراءات كبيره جدا جدا. اي حد هيبقى المبالغ اللي بتتعرض دي تغري اي حد حقيقه يعني. فهو يعني لو قعد في ليفربول هيبقى نفسيا والمرحله اللي هو وصل لها من النضج تبقى مش عاديه، لان ان احنا بنتكلم في حاجه مش سهله انها تترفض يعني، المبالغ اللي معروضه مش سهل انها تترفض. خلونا فير يا جماعه يعني، احنا بنتكلم واحنا قاعدين ان الراجل خليه بقى عشان التاريخ في ليفربول وبتاع. الراجل عمل تاريخ اوريدي، الراجل واخد تشامبيونز ليج وواخد احسن لاعب في الدوري الانجليزي وواخد هداف الدوري الانجليزي اكتر من 3 مرات يعني، الراجل اوريدي محقق. ولكن هو ممكن يكون في دماغه حاجات تانية، وممكن يكون في دماغه انه عايز يستمر، وممكن يكون الاغراءات اعلى من كل ده، هنشوف الفتره اللي جايه. خلونا بقى نروح للخبر اللي بعد كده. اكد ناد بليتشيا المدير الفني لفريق تراسبون سبور التركي ان لاعب فريقه محمود تريزيجيه سيعود للملاعب بعد التوقف الدولي. وقال المدير الفني لترابزون سبور التركي في تصريح عبر مؤتمر صحفي ان تريزيجيه سيكون بحاله جيده بعد عودته من منتخب مصر. واضاف بليتشيا ان تريزيجيه سيتواجد في قائمه الفريق خلال مباراه بشكتاش. كل طبعا التوفيق لتريزيجيه، ونتمنى ان هو يرجع بالسلامه، الف سلامه عليه، ويرجع بسرعه لانه من العناصر الاساسيه لمنتخب مصر بلا شك يعني. نروح بعد كده لاحد محترفين ايضا يستضيف فريق انتراخت فرانكفورت الالماني المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، نظيره صوفيا البلغاري ليفسكي صوفيا البلغاري، مساء اليوم الخميس في اياب الدور الفاصل المؤهل لمرحله المجموعات في بطوله دوري المؤتمر الاوروبي لموسم الموسم الحالي 23-24. مباراه انترلاخت فرانكفورت الالماني ضد ليفسكي فلوس صوفيا تقام في تمام الساعه 9:30 مساء اليوم الخميس الموافق 31 اغسطس. وطبعا بيسعى الفريق لان هو يتاهل للادوار اللي بعد كده، وانتهت طبعا مواجهه الذهاب بالتعادل 1-1 طبعا، التعادل الايجابي لتلك الفريقين 1-1. وعمر مرموش هيشارك اساسي في المباراه دي بعد تمرد مواني اللي عاوز يروح باريس سان جيرمان. كل التوفيق طبعا لنجمنا المصري عمر مرموش. ونروح بعد كده، يمكن دي فرصه حلوه قوي على فكره لعمر مرموش،
لان هو كان رايح وهيكون رقم اثنين بعد مواني، لكن مواني تمرد على الفرقه وعايز يروح باريس سان جيرمان طبعا، فعمر مرموش هو دلوقتي رقم واحد وهو الاساسي، ودي فرصه كويسه جدا نتمنى له فيها كل التوفيق. نروح بعد كده للكره العربيه والعالميه. اقتنص البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر جائزه افضل لاعب في الدوري السعودي لشهر اغسطس، وتنافس مع رونالدو طبعا كل من الجزائري رياض محرز والثنائي البرازيلي ايجور كورنرد ومالكوم على جائزه افضل لاعب في الشهر اغسطس في الدوري السعودي. وتم اعتماد تصويت الجماهير لاول مره هذا الموسم كواحده من المعايير الخاصه بكل جائزه. يعني طبعا الدوري السعودي بيحاول يقرب من اوروبا في كل حاجه الحقيقه، يعني بيحاول يعملوا كل حاجه وبيتفاعل مع الجماهير، وتسويقيا دي من الحاجات اللي بتضيف للدوري السعودي، فبالتالي هم ماشيين في خطه ثابته ناحيه ان هم يبقوا مكان اوروبي مش السعوديه خالص. نروح بعد كده لبرايتون الانجليزي اللي تواصل لاتفاق مع برشلونه على استعاره انستو فاتي لمده موسم. فاتي طبعا هيسافر لانجلترا اليوم للخضوع للكشف الطبي والتوقيع على عقود انضمامه لبرايتون، وتنتهي فتره الانتقالات الصيفيه في اوروبا يوم الجمعه. ده طبعا على سبيل الاعاره، وهو لعيب هم بيجهزوه بشكل مختلف. يعني اعلن بقى نادي روما الايطالي اليوم الخميس اتمام صفقه التعاقد مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو قبل ساعات من انتهاء فتره انتقالات الصيفيه الجاريه. سينضم لوكاكو الى صفوف روما على سبيل الاعاره لمده موسم واحد فقط، قادم من تشيلسي الانجليزي دون وجود بند للشراء، دي نقطه مهمه. والمهاجم البلجيكي قضى الموسم اللي فات ايضا معار لفريقه السابق نادي انتر ميلان. هو الراجل تشيلسي دلوقتي بيتربح منه من الاعراض غالبا، يعني ودي نقطه مهمه ان هم بيكسبوا منه وهو في نفس الوقت بيجهز وبيشوفوا اذا كان في امكانيه ان هم يرجعوه تاني ولا هو ماشي في الدوري الايطالي كويس. دي نقطه يعني هم بيحسبوها لسه، فبالتالي بند الشراء مش هيفعله، لكن ممكن يغيروا القصه دي بعد كده. نروح بعد كده لالكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الاوروبي لكره القدم، قال ان الصفقات المدويه للانديه السعوديه في الصيف ده لا تشكل خطر على مستقبل الكره في القاره العجوز. وقال سيفرين في حوار اجرته مع صفيحه ليكيب، على حد علمي مبابي وهالاند لا يحلمان باللعب في السعوديه، واضاف النجوم الكبار في قمه مستواهم لا اعتقد انهم سيفكرون في الانتقال للدوري السعودي. دي نقطه مهمه، لكن هنشوف ده في تجربه صلاح، يعني هنشوف ده في التجارب اللي هنشوفها بعد كده، وهنشوف ده بعد كده في اذا كان في اغراءات تانية للعيبه تانية صغيره في السن ينفع يكون. يعني ده كان انفجارات بسيط كده عن اغلى 10 لاعبين في الدوري الاسباني. في ختام حلقتنا النهارده عايز اقول لحضراتكم ان بعد الحلقه مباشره هيتم اذاعه فيلم تسجيلي وثائقي عن الراحل محمد عبد الوهاب في ذكرى رحيله، واللي بدانا النهارده حلقتنا بالكلام عنه. عبد الوهاب عايش في قلوب كل اهلاوي، وكل مصر مش الاهلاويه بس بتترحم عليه وبتدعي له، لانه شخص كان استثنائي جدا، وكان شخص يعني على المستوى الفني كمان اضاف للنادي الاهلي والمنتخب مصر في جيل كابتن حسن شحاته، وكمان على المستوى الانساني ما شفناش منه اي غلطه الحقيقه، يعني نموذج. الله يرحمه يا رب كل الاهلاويه والغير اهلاويه كمان يترحموا عليه. دي كانت ختام حلقتنا النهارده من 7 داي سبورت، على امل ان نلقاكم الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم الخميس الساعه 6. انتظرونا، وفي الختام خير سلام.